مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات اللحمة والمعكرونة. عنا حوالي نص كيلو لحمة مفرومة، ملح، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، بقدونس وبصل صغيرة نعمتها بهذا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البقدونس والبصل فوق اللحمة، حط ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، كمان حط نص ملعقة صغيرة ملح. بحركهم مع بعض منيح. بعد ما خلطتهم منيح مع بعض كمان بحط فوقهم بيضة وبخلط كمان. بعد ما خلطناهم منيح هلا بدنا نعملهم كرات. بسم الله اعملهم كرات صغيره. زغرها شوي. بهيدا الحجم. كمان نفس الشيء. بعد ما كورت الكفتة بهيدا الشكل هلا بدنا نقليهم مع بعض. حطينا زيت زيتون بالمقلاي، بتركن ليحموا شوي وبحط كرات الكفتة. بسم الله. بس تستوي الكفتة من الأسفل بقلبها على الجهة الثانية بهيدا الشكل. هلا اشيلهم وبحطهم بصحن. بعد ما قليت الكفتة وخلصتها هلا بدي احط المعكرونة بالمي المغلي. بسم الله. بالوقت اللي عم بسلق فيه المعكروني هلا عندي بصلة صغيرة مقطعة بهيدا الشكل، بحط فوقها زيت، زيت زيتون او زيت نباتي، وبقليها على الغاز ليصفر لونها. هلا عنا بندورة نقعتها بمي مغلي حوالي 5 دقايق لشير القشر عنا. بسم الله. بس ننقعها بمي سخنة دغري بيساعدنا بالتقشير. بس اخذت البصلة هيدا اللون الاصفر الخفيف هلا بحط فوق البندورة. بسم الله. كمان بحط ملعقة صغيرة شراب وبحط باقي سبع البهارات والفلفل الاسود، كمان بحط رشة ملح خفيفة. بحركهم شوي مع بعض. حط حوالي كوب صغير مي. كمان بحط الكفتة. هلا بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا لتستوي البندورة والكفتة من الداخل. هلا بعد ال10 دقايق صاروا جاهزين، استوت الكفتة والبندورة. هلا بدنا نحطهم بصحن. بسم الله. هيدي صينية المعكروني بكرات اللحمة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.